جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. أختك للأسف متعرضة لاعتداء جسدي. أنا ما عم بستوعب، فيك تعيديلي؟ أنت لازم تحكي لي كل شي عن هذا الموضوع. أنا ما بعرف أي شي دكتورة، أنت صدمتيني كتير هلأ. أنا دكتورة وبعرف تماماً شو هاي الحالة اللي هي فيها هلأ. أختك جسمها عليه علامات بتدل على مقاومة، هذا غير أنه في عندها إصابات داخلية. أنا فوراً بعثت تيابها على المخبر مشان أتأكد منيح، بس الشغلة واضحة وما بدها تحليل، أختك للأسف اختصبوها. اختصاب؟ بس كيف؟ منديرة، اسمعي، انتي لا تخافي، انا ما رح اتركك، انتي بس قليلي مين هو، ما رح ينجى بفعلته. قولي، انا ما رح اساوي لك شي، بس انتي قليلي مين هو منديرة. لما كنا صغار وأنا ما كنت أسمح لحدا إنه يقرب عليك أو يأذيكي. منديرة، لساتني مثل ما كنت، ما تغيرت، أنا أختك وأنا بحبك، أختك اللي بتحبك. احكي،